تحت شعار الجدية والالتزام اختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة غدا الجمعة على أرض ملعب الأهلي وي استاد السلام ضمن مباريات الجولة 19 لبطولة الدوري الممتاز. وشهدت تدريبات الأهلي استعدادات قوية لمباراة الغد، وحرص فايلر على عقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق من أجل توجيه عدة نصائح لهم وعلاج الأخطاء التي ظهرت في أدائهم خلال مباراة إمبي التي حسمها الأحمر بثنائية نظيفة، كما طالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى ومحاولة التهديف مبكرا لتسهيل مجريات المباراة منذ البداية. يأتي ذلك في الوقت الذي شاهد فيه الجهاز الفني العديد من المباريات لفريق الإنتاج الحربي للوقوف على مواطن القوة والضعف في الفريق، كما حذر مدافعي الفريق من التهاون أمام مرمى الحارس محمد الشناوي. فيما اطمأن السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي على حالة ياسر إبراهيم مدافع الفريق ومدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وأكد طبيب الفريق للمدير الفني أن حالة اللاعب تتحسن تدريجيا وسيكون قادرا على العودة للتدريبات الجماعية بالفريق بعد مباراة الإنتاج الحربي، وهو ما يعني إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك المقرر لها 22 من أغسطس الجاري في الدوري المصري. رجعنا مع حضراتكم تاني، نروح بقى لإن شاء الله منافس النادي الأهلي غدا الإنتاج الحربي عشان نشوف آخر استعداداته قبل مواجهة النادي الأهلي بكرة. اختتم طبعا فريق الإنتاج الحربي بقيادة الكابتن مختار مختار اللي بنقول له ألف حمد لله على السلامة يا كابتن. طبعا أنهى استعداداته مواجهة النادي الأهلي بكرة على استاد السلام ضمن مواجهات الأسبوع 19 من مسابقة الدوري الممتاز. كابتن مختار مختار في التمرين النهاردة حط الرتوش الأخيرة يعني الملامح الأخيرة لخطة اللعب اللي هيلعب بيها الإنتاج الحربي مع النادي الأهلي بكرة في أول ظهور رسمي لفريق الإنتاج الحربي من 5 شهور بعد توقف المسابقة طبعا في مارس اللي فات بسبب كورونا. تأجلت كمان مباراته زي ما احنا عارفين أمام نادي مصر اللي كانت المفروض تقام يوم السبت اللي فات، لكن بسبب طبعا الإصابات اللي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة طبعا اتأجلت هذه المباراة. طبعا تلقى مسؤول الاتحاد الإنتاج الحربي اختار من اتحاد الكورة بيفيد بيه سلبية مسحة كورونا ل 25 فرد استعداد لمواجهة الأهلي. زي ما بقول لكم وزي ما بقول لك يا سام، الحمد لله في تعافي وفي الحالات الإيجابية في الإنتاج الحربي وكمان في النادي المصري في تعافي بشكل كبير جدا جدا للعيبة، وده شيء إيجابي علشان البطولة تستقر والدوري إن شاء الله يبقى مواعيده ثابتة ويخلص في ميعاده بإذن الله. دي أول مباراة تقريبا رسمية للإنتاج الحربي بكرة إن شاء الله من 5 شهور. لأنه كان عنده مباراة عنده كان الله. مباراة مع نادي مصر دي تأجلت طبعا نتيجة إن كان عنده عدد كبير من اللعيبة عندهم مسحة إيجابية. طيب إحنا لسه في الحقيقة ناس أو بعض الأقاويل اللي بتتحدث عن إلغاء الدوري. النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان بيقول انه عوده النشاط الرياضي في مصر امر طبيعي بعد اتخاذ كل الاجراءات الطبيه وتوزيعها على الانديه والتشديد على